بعد إذنكم نشوف جزء من كلمة صاحب السمو الشيخ سلطان بن سحيم ونرجع نكمل الكلام. وأنا معكم اليوم ليس تعاطفا مع الشيخ شافي، فالجنسية ورقة لا تضيره ولا تقترب من قيمته، وهي ليست هبة أو منة، بل حق امتد إليه من دماء أجداده الذين كانوا مع أجدادي شركاء في إنشاء قطر. وتأصيل هويتها، وإنما لنقول جميعا إنما نحن المؤسسون ونحن الذين سنطهر قطر إن شاء الله من رجسها مثل ما فعل أجدادنا في الوجبة. نحن أحفاد أولئك الأبطال لم نبدل موقفنا ولم نغير أخلاقنا ولم نتذكر لقيمنا أبدا، ولم تضعف همتنا يوما واحدا، وأننا جميعنا مع أهلنا وأخواننا الكرام داخل قطر نحمل على عواتقنا مهمة إنقاذ قطر قبل أن تبتلعها الفوضى. ويتلاعب بها المفسدون. التزمت الصمت طوال الفترة الماضية ليس عن ضعف أو قلة حيلة، بل أملا أن يستعيد إخواننا وعيهم ويتركوا غيهم وبغيهم، فإنما أبوا واستكبروا حق علينا إنقاذ بلدنا بكل وسيلة، وهو ما سيكون وعدا حقا بإذن الله تعالى. فإن للحلم مساحة وللصبر نهاية، قطر ليست فندقا يضم شذاذ المرتزقة، بل هي ديرة الأصايل، ديرتكم يا شيخ شافي وجميع الشيوخ والرجال الكرام.